بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن تجمع أجناد الشام نقوم باستطلاع منطقة ريف حماة الشمالي في منطقة سكيك وعطشان ومعان بإذن الله للوصول إلى مدينة حماة، وسنقوم بدك حصون هؤلاء النصيرية والمرتزقة الإيرانيين والروس أولاد السفاح بهذه المدافع بإذن الله. والله أكبر. سلام حجية، الله أكبر. يلا توكل على الله. يلا بسم الله. نار.